حضرات المشاهدين السلام عليكم قضية العدالة الانتقالية انتظرها المجتمع التونسي سنوات وأش... وأشهر مع ثلاثة سنين وشوية تقريبا لأن قضية العدالة الانتقالية كان مفروض أنه يتعرض لها المجتمع والهيئات المجتمع المدني من أول ما يصير تغيير جذري كما اللي عشناه أحنا اليوم معناها بعد ثلاث سنين وقع التصويت على قانون عدالة انتقالية كان محل انتقادات خاصة من منظمات المجتمع المدني وأهمها هي التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية اللي يترأسها الأستاذ عمر السفراوي واللي اليوم معنا في البلاتو أستاذ عمر أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا ومعنا بقناة أيضا الأستاذ نزيها أبو ذيب آه اللي تمثل المعهد العربي لحقوق الإنسان في هذه التنسيقية الوطنية المستقلة استاذ عمر انت اول واحد اليوم ظهر لي قلت بانه قانون العدل الانتقالية الذي تم سنه من قبل التأسيسي أخيرا هو قانون في بعض جوانبه ينافي الدستور وهو كذلك نعم. هو في الحقيقة باش القانون هذا ما يعابش على التنسيقية وأنها ديما تنظر للكاس من جهة الفارغة قانون في إجماله يستجيب للمطالبات أما انا نشبه شويه كيما يمكن الروبه على العروسه روبه بيضاء حلوه زين عملنا لها اربعه ولا خمسه بقع كل شنو يلزم باش نحيهم البقع هذه؟ معناها كل قهوة ولا قهوة على خاطر كان زفت ما يتنحاش ولا ولا نعم كان ثم شوية إرادة سياسية توا حاليا ما ننتقدوه على القانون هذايا وخاصة في الجانب الغير الدستوري نتاعو من السهل إذا ثم إرادة سياسية باش نقع تلافيها والنقطتين اللي عبناهم احنا واللي نقولوا معناها هذايا قانون لا دستوري هي أولا إلغاء حق التقاضي الحق القاعه حق التقاضي فيما يتعلق بقرارات لجنه الفرس لجنه الفرس هذه المهمه نتاعها واللي هي متكونه من تسعه اعضاء وتو نجيو للتركيبه نتاعها لان حتى هي ننتقدوها اما قاعدين في الجانب الدستوري معناها كيف مترشح يتقدم وما يقعش اختياره عنده الحق باش يعترض امامها. فاذا تقر نفس القرار الاول معناها ترفض معناها باش يكون في هيئة الحقيقة والكرامة، القرار نتاعها غير قابل للطعن حسب الفصل 25 الفقرة الأخيرة نتاعو، غير قابل للطعن بأي وجه من الأوجه. هذه بدعة قانونية آه. لأنه آه. آه أول شيء لجنة الفرز تنصب نفسها الخصم والحكم وبعدين أول وصمت. مرة في التاريخ القضاء التونسي أنه ما عندكش حق الطعن في قرار متخذ من أي هيئة إيه؟ لا. لا. أخطر أي. من هذا إيه؟ ستار إيه؟ ستار إيه؟ أخطر لا. من هذا هو بقطع معذرة على الجانب الدستوري أنا نقول العقلية نعم تاع الناس اللي وضعوا القانون هذايا معناها أنت أعمالك بشر وتعرف أعمال البشر له خطائين احنا خطائين تجي تقول العمل متاعي محسن من اي طعن واحنا في مرحله انتقاليه اللي المفروض نبنيه لدوله القانون والمؤسسات مش نبنيه لخرق القانون بحيث معناها الفصل هذا 25 انا نعتبره غير دستوري ولهذا السبب صرحت معناها التصريح هذايا اليوم كذلك نعم النقطة الثانية هي خرق مبدأ شرعية العقوبات ومبدأ والج... شرعية الجرائم والعقوبات الفصل 8 تضمن جريمتين او جريمتان هي جريمه تزوير الانتخابات وجريمه الدفع بالهجره الاضطراريه لاسباب سياسيه ما <applause> عندناش في القانون التونسي عندنا جريمه التزوير وعندنا جريمه التدليس ما عندناش <applause> جريمه تزوير الانتخابات كجريمه معناها مستقله بذاتها وكذلك ما عندناش جريمه الدفع للهجره الاضطراريه لاسباب سياسيه شوف التعقيدات بقطع نظر وقلت هذا يتنافى مع مبدا احمد ربي ما حطوا لك جريمه قطع علاقه غراميه <applause> اي مثلا كان عنده خطيبته سين. وبعدهم يلاحقوا فيه خطيبته تركته لانه محل ملاحقه قضائية هذه ما نسوى تو هما حتى الاجوار ما نعرفش تو لا او تشوف شنو باش ينجر عليها <applause> نعم معناها باش نثقلوا كاهل عمل هاته الهيئة نعم بالتحقيق والبحث في هذه الجرائم او هذه الانتهاكات ومن بعد الهيئه هذه باش تحيل الناس المتورطين ولا اللي يثبت لديها وانهم م. ارتكبوا هالجرائم باش تحيلهم امام القضاء. القاضي باش يلقى نفسه امام جريمه بدون نص. شنو هو الموقف متاعه؟ بطبيعه الحال باش يحكم بعدم سماع الدعوه بحيث نضيعوا عام والا عامين من عمل الهيئه راهو اربع سنين آه معناها جستمون آه نزم. تو استاذ ايوه كيفاش القاضي او التحقيق كيف له ان يثبت بانه فما انسان دفع الى الهجره الاضطراريه كيفاش؟ هو هذا حطك في باتو <applause> بالضبط هو هو هذا صعب يعني هو انه الجريمه هذية غير وارده بالنص الجزائي في القانون الوطني نعم وبالتالي كما قال الاستاذ الصفراوي توا عباره على انه احنا معناها خلقنا جريمه في خرق لمبدا شرعيه الجرائم فهمت حتى في تكييف الجريمه هذه وتحديدها وتعريفها ومعناها تصور للعناصر متاحة لا. ومن دفع من للهجره، من دفع من؟ عدة اسئله ربما بشت وكيف ثم ثم التهجير، التهجير موجود طيب نرجع احنا للقانون الدولي أه؟ يحكي على التهجير وكل في حالات معناها حالات الاستعمار وكل والتهجير وكذا موجود اما الدفع الى الهجره ما هوش التهجير بالمعنى الوارد في القانون الدولي العام اليوم واللي متعلق بحالات متاع شعوب تحت نيل الاستعمار تعرضت للتهجير هذه واضحة حتى من حيث معناها التعريف الجريمة التهجير واضحة وكل لكن هوني سيبالو ميم هوني الدفع الى 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 الهجره الدفع شكون دفعوا كيفاش نثبتوا الركن المادي للجريمه وكيفاش نثبتوا الركن المعنوي للجريمه وهوني لا جريمه بدون ان تحدد انت الاركان نتاعها ثم المساءله مساءله من هو المسؤول عن هذه الجريمه بحيث انه الجريمه هذه باش تعمل اشكالات كبيره من حيث معناها تطبيقها على ارض الواقع لاثباتها طبعا اثباتها تحديد معاييرها واركانها ثم اثباتها فهمت لانه هوني باش نلقاو إحنا امام اشكال ما الفرق بين الهجره الطوعيه انسان غادر ارض الوطن بصرف النظر عن السبب اللي خلاه يقرر انه يغادر ارض الوطن وبين الدفع للهجره الاضطراريه مشكل كبير هذا باش وبعد في تحديد معناها الجريمه هذه واركانها ثم في تحديد من هو الذي كان فعلا ضحيه هذه الجريمه لانه احنا العداله الانتقاليه مبنيه على الضحايا اللي هربوا الكل يعتبروا دفعوا الى النهضويين وغير النهضويين مثلا خلينا ناخذ لك هو اللي يحب نزيد اللقطه التركيز على لاسباب سياسيه أي. لا. لو كان جات معناها لاسباب اقتصاديه واجتماعيه أي. بعلاقه بالمناطق المهمشه الناس م. اللي اضطرت أي. باش م. تسافر من البلاد على اساس ما لقاتش حظها من الثروه الوطنيه ممكن يكون سياق النص مفهوم على اساس وانه معناها الانتهاكات اللي وقعت في النظام السابق ما كانتش تتعلق كان بالقمع والتعذيب كانت تتعلق كذلك معناها بالناحيه الاقتصاديه انتهاكات حقوق الاقتصاديه وتجويع وكذا وكل ولا والحرمان بالمناطق المهمشه لو كان جاء النص في هالعموم هذا اما التركيز لاسباب سياسيه, سياسية لاسباب سياسيه فهذا بطبيعه الحال بقطع النظر وانه هذا باش يفتح المجال في التعويضات التعويضات اللي باش يجي ومن بعد معناها باش الدوله لانه سيؤدي للتوسع أيه. هذه راهو هذه أيه. هذه الجريمه بين ظفرين نعم. أيه. ستفسح المجال اللي للتوسع على نطاق كبير في هل الجريمه هذه وتوسيع دائرة آه. من يفترض أنهم ضحايا هذه الجريمة ومعناها أنه في نيبارا ومعناها باش تكون دائرة كبيرة بدون تحديد دقيق للجريمة هذه أما إذا لو تربطها بالفصل آه عشرة آه 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 يا أيوة فلا تربطها آه. بالفصل بتعريف مفهوم الضحية وتعد الفقرة الثانية من الفصل عشرة وتعد ضحية أفراد الأسرة الذين لحقهم ضرر لقرابتهم بالضحية على منع قواعد القانون العام وكل شخص كل شخص حصل له ضرر اثناء تدخله لمساعده الضحيه او لمنع تعرضه للانتهاك بحيث مفهوم واسع للضحيه وانا ديما نرجع لنفس السؤال هي الناحيه الماليه في هذا الظرف الصعيب اللي تمر به توا البلاد مين باش التعويضات معناها باش نمشي نطلب خليني, خليني في مبدا الاستحقاق تاع التعويضات مثلا سمح في جريمة الدفع للهجرة الاضطرارية خلينا <applause> ناخذ <زوز> أمثلة <applause> محمد بن سلم وسي حسين الجزيري <applause> دفعوا إلى الهجرة الاضطرارية ومشوا وعملوا ثروات في الخارج <applause> معناها هل القانون ينص على أنه يرجع الفلوس اللي كسبوها من الخارج ويعطيهم التعويض هكا منطقين اذا انت اذا انت مشيت للخارج وكسبت عشرات ومئات الاضعاف ما كان يمكن ان تكسبه في تونس معناها تولي دونون دونون تولي مقايضه اعطيني الفلوس اللي صورتها لبرا ونعطيك تعويضات هوني المشكل الرئيسي هو في ساعة تحديد الجريمه هذيا معناها مش ممكن هيئه الحقيقه والكرامه باش تكون في وضع انها باش تبت في ملفات تحت هذا العنوان عنوان الدفع للهجره الاضطراريه لاسباب سياسيه وهي ما عندهاش تعريف لهذه الجريمه هو هذا في حد ذاته اشكال اشكال اهم ربما من النقطه الثانيه اللي اللي ناس ربما يثبت انها غادرت عن طواعيه واختارت انه تعيش حياتها في الخارج معناها في ظروف احسن وغيره كل قبل الساعه تحديد الجريمه هذه معناها شنو المعايير اللي باش تعتمدهم هيئه الحقيقه والكرامه في اثبات انه هؤلاء الضحايا تعرضوا الى انتهاك تمثل في الدفعهم الى الهجره الإضطرارية لاسباب سياسيه وهوني لاسباب سياسيه ده كيف كيف م -م. الاسباب السياسيه تخلي مجال كبير للتاويل وللتفسير والجدل خاصه هو عن... آ... 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 اذا نلخص ال... عندنا عن... اعتراضين الاعتراض الاول انه خلق جرائم بدون نص سابق Okay, هذه معناها الاشكال الاول mm -hmm. الاشكال الثاني انه هذه لجنه الفرز اللي تفرز الهيئه نتاع قراراتها غير قابله لاي وجه من وجوه لاي طعن هذوما نقاط غير نعم. دستوريه واحنا اليوم في مقابلتنا مع بعض اعضاء لجنه الفرز أحكينا لهم على النقاط هذوما ولا نقاط اخرى واعلمناهم وانا شخصيا معناها احنا راهو ائتلاف نتاع مجتمع مدني اللي كنا مشينا اليوم جمله متفاهمين على النقاط كل في بعض التفاصيل مثلا في التنسيقيه احنا قاعدين ندرسوا بصفه جديه امكانيه الطعن امام المحكمه الاداريه في عدم دستوريه هذا القانون تبقى هذايا يعني. ماناش باش نلجاو إذا الا اذا معناها ما لقيناش اذان صاغيه م -م. بالفعل لتقديم معناها للقيام بالتعديلات ونحب زاده نركز على نقطه وانه احنا رانا ماناش قلت لك في البدايه نتاعي وانه القانون في مجمله راهو قانون تخدم وخدمناه احنا المجتمع المدني وقانون ينجم يكون يعني يواكب المرحله هذه آه فيه بعض النقاط خمسة ولا ستة فصول اللي نعتبرهم أنا من الأخطاء الفادحة منهم هذوما زوز نقاط الغير دستورية اللي ما يطلبش برشا وقت وإحنا شنو طلبنا منهم نعم. طلبنا منهم قلنا لهم كيما عملتوا في الدستور عرضتوا الدستور على لجنة من الخبراء باش معناها زادوا عطاوكم قدموا لكم إضافات وقدموا معناها تلافوا بعض النقائص ولا بعض الثغرات كذلك في قانون العداله الانتقاليه ونحب نركز على نقطه لهنا، قانون العداله الانتقاليه والعداله الانتقاليه بصفه عامه راهي جي مره واحد في مره واحده في حياه شعب. واذا مساس اذا والناحيه التشريعيه هي حجر الاساس. اذا من حجر الاساس نبداو ماناش بنين على الصح، المسار كامل باش يكون مغلوط وهذا يمكن باش يفشل التجربة في حاله فيه. اخرى هاي. اللي هي أه تطرح اشكال. الأستاذ عمر السفراوي قال لي مثلا في البنود اللي تمنع بعض الأشخاص من الترشح للجنة العدالة الانتقالية، اه أي قاضي شارك في محاكمة سياسية، عمر الأستاذ عمرو قال لي تصور قاضي شارك في محاكمة سياسية وفي التصويت قال لا يا هذا محاكمه كيديه وسيب الرجل وسيب المراه رغم هذاك رغم انه موقفه داخل هيئه المحكمه كان موقف جيد ونزيه هذا كي يستثنى من الترشح وهو كذلك وهذا يعني علاش وقعنا فيه نعم. لانه هذا بقطع النظر انه فيه اخطاء فادحه من الناحيه القانونيه في عدم الدستوريه بقطع النظر وانه عنده فيه بعض الاخطاء اللي عندهم خلفيات سياسيه ثم اخطاء ناتجه على التسرع آه آه منهم هل... هذه الحاله هذه معناها ما يمكنش انا توا قاضي في وقت حكم استبدادي جاء كان الموقف نتاعو موقف سليم في اتجاه تطبيق القانون التطبيق الذي يجب تطبيقه ومعناها كان رأيه متعه مخالف لبقية أعضاء الهيئة وعلى خطر شارك في هاك المحاكمة أنا نمنع باش تطرح أشكال آخر كونه العقاب الجماعي لأنه هذه هيئة المحكمة لكلهم كلهم شاركوا بصرف النظر عن الموقف اي واحد بصرف النظر لانه ربما هذه فيها اشكاليه لأن لانه الاحكام القضائيه تصدر باسم كافه اعضاء المحكمه يعني احنا ما عندناش التقاليد انه يعني المفاوضه في تصريح بالحكم فيه شكون معاه وشكون يعني هل لكن هل, هل يعرفوا. الحكم طبعا هل الحكم صادر باغلبيه القضاه ام باجماعهم ام كذا هذه مساله معناها موضوع نقاش لا. احنا ما عندناش معناها لو مود هذيا انه الاحكام تصدر وتكون فيها ب... هل هو صادر الحكم بالاغلبيه ام باجماع القضاة ونعرف وقتها شكون اللي معاه وشكون ضد كل لكن هو مش هذا برك المشكل لو تسمع ستار احنا نحكيو على على لجنه وعلى اللجنه غير قراراتها غير قابله للطعن هو في حد ذاته هذيا خطير من حيث القانون من حيث حماية مسألة الشرعية وحق أي مواطن في التقاضي توا احنا معناها ممكن قضية حكومة وقضينا مجلس تأسيسي وقضينا جميع الهيئات ولجنة لفرز عضوي أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة غير قادرين أنه غير ممكن وفق القانون أن نطعن في قراراتها هذه معناها مفارقة عجيبة وغريبة معناها مفارقه تختزل الاستبداد اللي احنا ما شفناهش في مستوى المجلس التاسيسي ولا الحكومه ولا اي هيئه ممكن نطعنوا فيها حتى رئاسه الجمهوريه اليوم قضايا قدمت ضد الرئاسه بشان الكتاب الاسود وتعهدت المحكمه ووصلت احكامها ولجنه فرس تكون محصنه معناها بطاق اغمي للجنه هذيه وانه قراراتها إذا اخطر انا في رايي اخطر معناها شرط ومنع وارد بالقانون لانه من المنطلق انه ممكن اللجنه هذه تقوم بعمل فيه خروقات ولكن امام عدم امكانيه الطعن باش تمرك تلك الخروقات وكانها اجراءات سليمه اكثر من ذلك نعم انه هذه اللجنه حتى حد مسألة على تركيبتها شنيه كيفش تشكلت مفارقة أخرى أيضا نحن وراه بصدد منظومة عدالة انتقالية ومنظومة العدالة الانتقالية اللي هي مبنية على مبدأ العدالة والإنصاف وإنصاف الضحايا وهذه المنظومة اللي بالتجارب في العالم أجمع المحرك الرئيسي متاعها هو المجتمع المدني لماذا المجتمع المدني حتى نبعد منظومه العداله الانتقاليه عن التوظيف الحزبي والسياسي يكون مسار العداله الانتقاليه بعيد عن الحسابات السياسيه والتوظيف والابتزاز وغيره فكان يدور دائما دور المجتمع المدني حاسم في هذه المنظومه بحيث أنه نضمن استقلاليه منظ... معناها مسار العداله الانتقاليه هاي. هذا مبدا غير قابل للنقاش وراه على مستوى تجارب في العالم في لا يخضع لاي استثناء في قانوننا في تونس خضع للاستثناء في تجربة فريدة تقريب من نوعها وهي تركيبة اللجنة لجنة فرز المترشحين لهيئة الحقيقة والكرامة تخضع تعيين وتشكيلة لجنة الفرز الى المعايير الحزبية في محاصة حزبية محاصة بارتيزان معناها الكتلة اللي عندها ثلاثين عضو في المجلس التأسيسي عندها عضو في اللجنة واللي عندها ستين عندها عضوين واللي عندها أكثر من ستين عندها ثلاثة أعضاء وهلو بحيث أن الحزب الأغلبية بالضبط <applause> بالضبط يعني <applause> اليوم لجنة فرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة التي ستتعهد بالبت في ملف تاريخ الانتهاكات في تونس وليفترض أنها تكون هيئة مستقلة مه. هذه الهيئة سيتم اختيارها على أقل بآلية الفرز في مرحلة أولى على أساس أنه فيما بعد الملف سيمر إلى الجلسة العامة لكن إحنا في مرحلة الفرز اللجنة تركيبتها حسب الكونفجوجشن بارتيزان دونك اليوم <تكلم> لجنة الفرز متشكلة من الاغلبيه الموجوده في المجلس الوطني التاسيس نحن نخشى نخشى ان يكون الاعضاء المترشحين اني نخشى ان يكون المترشحين الذين ستحال ملفاتهم على الجلسه العامه للتصويت عليهم في عضويه هيئه الحقيقه والكرامه نخشى ان يكون اختيارهم على قاعده حزبيه وهوني سيشوه مسار العداله الانتقاليه وسيفقد هاي. كل الاستقرار لو تسمح هذا فقط ما في هيئه أي الحقيقه أي والكرامه معطى أي. آه آه اخر ايضا هو انه في هيئه الحقيقه والكرامه يتعين ان يكون هناك عضو مختص في العلوم الشرعيه نحن في مجال قانون وضعي ها؟ ما دخل العلوم الشرعية هل نحن مسيحيين سنشرك رجال دين لأن مؤسسة رجال الدين هي في المسيحية مهيش في الإسلام أيه. هي هل نحن معناه علاش مختص في القانون يعملون في, في, في القانون يتعين ان يكون هناك عضو بهيئه الحقيقه والكرامه مختص في العلوم الشرعيه. هذا من العرب شو يعمل العضو هذا؟ والله ما نعرفش كيفاش مرت هي اما التجارب اللي احنا وقت عملنا ندوات وعملنا عده ندوات جاونا عده خبراء وخاصه من جنوب افريقيا اللي يقولوا في الهيئه نتاعهم كانوا معناها عدد في الهيئه نتاعهم من رجال الدين وقت اللي سالناهم يا هل ترى معناها انسان مختص في العلوم الدينيه ولا في العلوم الشرعيه يمكن يقدم اضافه في هيئه تعادل الانتقاليه قالوا لنا لا رحنا في جنوب افريقيا بصفه خاصه راهو ما كانش اختيار رجال الدين امر وجوبي كان تقدموا ناس كاحضار يعني لم يكونوا بصفتهم تلك معناها توفر يعني فيهم آه. الشروط بحيث ما ثماش حتى اي اضافه انا هذه نشوفها وانه من باب مزيد يمكن معناها خلق حاله من الاحتقان زايده في فئات الشعب التونسي، احنا ما كانتش عندنا راهو قبل هالفرق ما بين كنا متعايشين مع بعضنا وما ثماش هذه هذي مسلم وهذا مش مسلم وهذا كافر وهذا مش كافر، بحيث كيف تجي في قانون ويمكن نسهات عليها الاستاذه نازيها وجوبا وجوبا عندنا ثمانيه اعضاء لازم يكونوا وجوبا موجودين في هيئه الحقيقه والكرامه منهم من, من بينهم أيه. مختص في العلوم الشرعيه وجميع الخبراء اللي معناها كما قلت لك احنا نظمنا مؤخرا انتهاكات اللي وقعت في تونس من الاستقلال الى الان جميع الخبراء اللي سالناهم ثماش اضافه يقدمها رجل الدين في هيئه حقيقه في هيئه عداله انتقاليه قانونا لا ما ثماش اضافه وبحيث معناها احنا بيدنا نقطه استفهام على اسم موجود انا كنت نخير مثلا وانه يكون مختص في التنميه دي علاقه بالمناطق المهمشه، موهي. مختص في التاريخ باعتبار هذه هيئه معناها باش تارخ للذاكره الوطنيه او اثنين مختصين في الارشيف لانه الارشيف مساله مهمة, مهمه جدا اللي فيه. كانت من المفروض تكون وجوبا موجوده وكانت تقدم اضافه معناها هذه من بينها هالنواقص هذه القانون دي ثم دي ثم دي نقطه دي اخرى دي نزيد باش نكون هما عده نقاط معناها النقاط الاساسيه يمكن هذوما اللي استعرضناهم الفصل 43 احدث لجنة أطلق عليها لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات هذه اللجنة هي نوعا ما لإدخال قانون تحسين الثورة بطريقة غير مباشرة هاي سيدي من المهمة متاحة هي وتصدر الج... اللجنة للجهات المختصة توصيات بالإعفاء أو الإقالة أو الإحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل احدى الوظائف العليا بالدوله بما في ذلك الوظائف القضائيه ولا ادري لماذا وقع التركيز على الوظائف القضائيه في المشروع اللي تقدم من طرف الحكومه كانت هذه اللجنه ما عندهاش راي استشاري كان عندها سلطه القرار غير اما تبقى انا واحد من الناس مع قانون تحسين الثوره بطبيعه الحال الناس اللي كانوا مع طورتين مع بن علي ما يمكنش باش يرجعوا على الاقل الحياة السياسيه يرجعوا الحياة الاجتماعيه نعم تبقى حسب معايير موضوعيه وحسب مقاييس يقع الاتفاق عليها موجوده بالقضاء. ولا بتقدير دورهم السياسي السابق؟ هو في تقدير الحد ما بين الجريمه <applause> والخطا السياسي راهو سي سي تنفيل سي شوفو كان يشوف في بن علي يقمع في الناس وهو معناها في مركز قرار على الاقل بالمشاركه بالصمت احنا تو كل الشعب التونسي راهو كنا مشاركين بطريقه اخرى ماناش باش نوليو كل ابطال اما ثم ناس ما نجمش تقارن انا نفسي باش تقارني ب الرئيس عبد الله عبد الله <applause> ما نحبش نذكر اشخاص اما وضع نائب الرئيس النائب الاول لرئيس التجمع <applause> لرئيس التجمع امين عام التجمع وزير كان مقرب معناها وزير عدل كان معناها يفتي في فتاوى في قضايا يدخل في بدون حق الحبس ويخرج ناس مجرمين من الحبس بحيث حيث مفروض وأن الناس اللي كانوا تورطوا وكانوا أصحاب قرار الثورة تحمي منها, منها لكن حسب معايير, معايير نتفقوا عليها مسبقا موضوعية معناها يعني ما نجيوش نخليو اللجنه هذه اذا نشوفوا التركيبه نتاعها من جهه واذا نشوفوا صياغه استشاري ولا لا لا استشاري هي تصدر توصيات آه. آه المختصه التوصيات توصيات آه. اذا تشوف التركيبه نتاعها هي واذا بعد الانتخابات تفرز لنا نوعا ما انا نقول شوف لو نعكسوا الآية لو فرضنا اليوم ناخذ أكبر حزب احنا اللي عنده الآخر عندنا نيدا تونس وهو اللي في الحكم مم. وعمل نفس القانون هذايا راهو الجناح الآخر نفس النقد اللي نقدموا فيه اليوم راهو كان يقدموا فيه هو استقلال القضاء كانوا ناديوا فيه هما وقت اللي كانوا معنا كانوا في السلطة كانوا ناديوا فيه معنا مع الأسف وقت اللي ولاو في السلطة شفت حالة القضاء وشفت آه. معناها الملفات صاحبي البحيري ما هذا هو <تصفيق> صاحبي <applause> البحيري <applause> انا <تصفيق> انا ايه انا ما نكرش <applause> صحابي <applause> اما انسان انا شوف عند قوله يقولها زميلنا الاستاذ شرف الدين القليل كي تجيب لي بي عمل جريمه وكان متورط مع النظام السابق راني نحاسبه بحيث احنا وقفنا سوى وقت اللي كنا في مجموعة 25 وعلى فكرة هي مجموعة 25 هي اللي كانت نواة قبل ما نعرفوا شنو مفهوم العدالة الانتقالية هي اللي كانت نواة العدالة الانتقالية بهك القضايا اللي رفعتهم على الأقل في ركن من أركانها هي المحاسبة التتبعات اللي قمنا وقمنا زاد كيما العدالة الانتقالية ضد الرموز الرؤوس الكبيرة مع الأسف يمكن ما توصلناش لأن ما قعدناش مختصين في القلم هذاك مشينا الامور اخرى قضايا شهداء وجرحى الثوره العداله الانتقاليه التقالية. قدمنا مقترحات للمجمع القضائي المتخصص معناها ما نقولش معناها ولينا في عده شوانت معناها اللي هي يمكن الركن بتاع المحاسبه اللي مم. انا يمكن تو فيزون دو يمكن لو كان بقينا في القلم هذاك يمكن كنا نفيدوا اكثر اخر سؤال نتاعي انا ما قيمة قانون العدالة الانتقالية وهيئة العدالة الانتقالية تجي بعد ثلاثة أربع سنين من التغيير اي <applause> 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 لا, لا سؤال, سؤال سؤال وجيه <applause> جدا و وتعرف انه ال عند التوانسة الكل وخاصه عند المجتمع المدني احساس بالمراره نتيجه طول هذه المده نتيجه التلكؤ في في ال في في مساله الاسراع ب بالاعداد للمنظومه العداله الانتقاليه وراو ثلاث سنوات هذه كان المجتمع المدني معناها كان يحتج وكان يطالب وكان وكان لكن المشكل انه واحنا كنا ضد هذايا انشاء وزاره لحقوق الانسان والعداله الانتقاليه لم يكن بالمره نحو الدفع ب بمسار العداله الانتقاليه باسرع وقت ممكن بل كان كان أنه كان بب كان كانت مؤسسه اللي ربما هي اللي خلات مسار العداله الانتقاليه طول مده معناها انطلاقه وتعرف انه زدم المفارقه انه نو سولمون انشاء وزاره اللي هي م م معناها ما كانش ما كانش ممكن بالمره ان تنشا الوزاره هذه معناها وزاره العداله الانتقاليه معناها سي شوكون فهمت سي لانه هو شان مجتمع مدني العداله الانتقاليه المهم لكن لكن صحيح هو طال طال طالت مده معناها اثاره معناها مسار العداله الانتقاليه للاسباب اللي نعرفوها الكل من بينها انشاء الوزاره اللي هو كان اوبستاكل في الاثناء ما ننساوش انه في الاثناء الحكومات المتعاقبه والحكومه الفارطه مارست راهو شكل من من اشكال العداله الانتقاليه وشرذمت العداله الانتقاليه وشتت المسار العداله الانتقاليه بحيث لقينا ما يشبه معناها عمل معناها تحت عنوان عداله انتقاليه في القضاء باليه أفعال القضاء ورجال الاعمال ورجال الاعمال من جهه اخرى والقضاء من هذه الجهه والتعويض والتعويض على اساس قانون العفو التشريعي العام وال تعويضات اللي صارت وكل كل هذاك راهو وتشويه للعداله الانتقاليه على استاذ عمر السفر شوف توا عديد رجال الاعمال صارت تمت مصادره ممتلكاته على استناد لاي قانون والله بالنسبه لنا احنا, احنا من الناس اللي نادينا في يتعلق برجال الاعمال وانه هذوما يجب ان يرجعوا في اقرب وقت الى الدوره الاقتصاديه وكانوا مستعدين افتحوا الملفات نتاعنا احنا اذا اجرمنا حاسبونا وعاقبونا ما تخليوناش هكا راهي شو يقولوا هما المعلقه طلقة يعني يعني المعلقه يعني باش يعني نختم سي <applause> نعم هو المثال العام يقول اذا عربت خربت انا نقول العداله الانتقاليه اذا سويست خربت, خربت هذا آه موقع الان تقول لي شنو اللي مازلنا آه مازال انا بالنسبه لنا كمجتمع مدني نقول ثم ما يمكن انقاذه اذا تتوفر الاراده السياسيه ان شاء الله نلقاو اذان صاغيه في المجلس الوطني التاسيسي مع الاسف وهذا يسوغ له غلطا وأن المشروع اللي عند المجتمع عند المجلس الوطني التاسيسي وهذه العداله الانتقاليه بصفه عامه وانه هذا مشروع نتاع المجتمع المدني في حين وانه مشروع المجتمع المدني وقع تشويهه وتشويهه في نقاط هامه. كذلك يسوغ وانه راهو المسار نتاع العداله الانتقاليه في تونس ويتباهى بهذا وان عنده دعم من المنظمات الدوليه، انا عندي تقرير ولابد عند الوزراء من السيد بابلو دو المقرر العام للامم المتحده لحقوق الانسان. جاء هنا واكب ومعناها انتقل في جميع جهات الجمهورية واتصل بالعديد من المنظمات وعمل تقرير في 27 صفحة فيه النقاط الإيجابية لكن فيه ملاحظات وملاحظات هامة باش معناها قانون العدالة الانتقالية هذا يعملهم قبل ما يصدر القانون شنو النقاط اللي يلزم معناها تلا فيها باش تكون التجربة التونسية تجربة يحتذى بها مع الأسف لم يؤخذ بعين الاعتبار مثلا نعطيك في تركيبة لجنة الفرس قال مبروك انتم مجتمع مدني قدمتوا على اساس اللجنه هذه تكون مثل من عضو على كل كتله لكن قدم اضافه قال وأن المجتمع المدني يلزم يكون مع لجنه المرض الفرز في تحديد معايير ومقاييس المترشحين اختيار المترشحين كذلك المجتمع المدني معناها يكون حاضر في عملية الفرز على خطر العمل هذه اللي باش يصدر على هيئة الحقيقة والكرامة يلزم فيما بعد يلقى ثقة ويكون عنده مصداقيه مع الاسف ضرب بعرض الحائط مقترح المجتمع المدني ولم يؤخذ بعين الاعتبار مقترحات مقرر العام للامم المتحده وعطاونا هذه معناها تركيبه لجنه الفرز بالتمثيليه النسبيه اللي هي باش تكون على حسب اعتبارات وتوجهات سياسيه وبطبيعه لما تكون على حسب اعتبارات وتوجهات سياسيه العداله الانتقاليه باش تكون على مقياس الاتجاهات السياسية نتاع الأغلبية وهذا باش يفقد المسار العدالة الانتقالية ويمكن يفشل التجربة التونسية احنا نحبه يمكن وهذا يقول فيه سي سمير, سي سمير هو مشى لعدة دول ويعرف تجارب يعرف يمكن اكثر من 40 تجربه ويقولوا انه ثم 20 ولا 21 تجربه ناجحه والبقيه فاشلين احنا ماذا بينا نكونوا في, في التجارب الناجحه اذا نلقاو شويه اراده سياسيه نحب نخدم شويه للاعلام ما نجمش نعديها سي نعم. نعم الاعلام كان مقصرا في التوعيه وفي التحسيس وفي تحليل كما قلت لك منظومه العداله الانتقاليه وشنو تقدم الاضافه، العداله الانتقاليه راهي هي اليات مجموعه من الاليات اللي تنجم تساهم في تسهيل الانتقال الى الديمقراطيه. مع الاسف الاعلام لم يركز على العداله الانتقاليه انا نسميها نوعا ما هي وشهداء وجرحى الثوره لي زونفون بوفر ولا لي زونفون اورفلان دو لا ريفولوسيون اي لان العداله الانتقاليه ما تجيب لو ديمات هذه تجعل الناس يفكروا واللي تجيب لو ديمات هو كل شيء ما من شانه ان يبلد عقول التوانس جيب له عندي ما نقول لك جيب له من يجرى جيب له ابو عياض وقتها تجيب له ديمات، اما تجيب لي موضوع العداله الانتقاليه اللي موضوع مستقبل البلاد هو باظي هو لا. هو موضوع هو العداله الانتقاليه يفترض انه هذا التفسير اما انا هذال نحب معناها النسب بصفه عامه المجتمع المدني بتشتت تو توحدنا لا. شويه المجتمع الدولي ساند الدولة التونسية في مسارها رغم اللي من أول فرصة منذ 14 أفريل 2012 وقت جات الممثلة نتاع الأمين العام المتحدة احنا كتنسيقية لاحظنا لها قلنا لها راهو لهنا في تونس عاملين تجربة ويبدو أنها باش تكون في غير الاتجاه الصحيح إحداث وزارة راهو سيقع توظيف العدالة الانتقالية لأغراض سياسية وانتخابية لم يأخذ بعين الاعتبار بحيث المجتمع المدني من جهة السلطة الجانب الأكبر تتحمل المس... المسؤولية المجتمع الدولي وكذلك الإعلام عنده معناها على مسؤولية كل كبيرة نخص الإعلام أنا نتكلم باسم القناة دا قناة الحوار التونسي أول فرصة أنت دعيتنا لك سيطار مشكور لا 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 أنا أتعاهد قدامكم وقدام الأستاذ أيضا أنه في أي فرصة أي وقت عندكم رسالة تحب بلغوها في موضوع العدالة الانتقالية أو أي موضوع يخص المجتمع المدني فأنتما مبجلين وأن في اي اتسح. وقت تتحبوا آه شكرا استاذ سيدي بارك الله شكراً فيك يعطيك الصحه يعيشك شكرا والى اللقاء القريب ان شاء الله الى اللقاء مع العرض بتاعي صالح لكل زمان او مكان ميرسي تحبوا عندكم رساله تبلغوا الراي العام الحوار التونسي مفتوح امامك تخلصنا ولا <وش> لا؟ <applause> خلصكم <من> خلصكم البحيري <applause> شكرا يعطيك <applause> <applause> الصحه